طوكيو 2020 أول مرة في تاريخ الأولمبياد راجل يحصل على ميدالية أولمبية في منافسات السيدات. مع ختام دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمريكا قدرت تفوز بالترتيب العام الأول برصيد 113 ميدالية، وكسبت برضو أكبر عدد من الميداليات الذهب برصيد 39 ميدالية ذهبية. جي وراهم الصين برصيد 88 ميدالية منهم 38 ميدالية ذهبية، والبلد المستضيفة اليابان قدرت تفوز ب 58 ميدالية منهم 27 ميدالية ذهبية. مقارنة بأولمبياد ريو 2016 أمريكا حافظت على صدارتها للترتيب العام الأول لكن خسرت حوالي 8 ميداليات ذهب. في طوكيو 2020 شفنا انضمام ألعاب أولمبية جديدة زي الكاراتيه وتسلق الجبال وركوب الأمواج وسكيت بوردينج وكمان السلة 3×3. لأول مرة بنشوف إن روسيا تتمنع من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وده اللي خلى إن اللاعبين الأولمبيين الروسيين يشاركوا تحت العلم بتاع اللجنة الأولمبية الروسية مش علم بلدهم، وده بعد العقوبة اللي فرضت عليهم اللجنة الأولمبية الدولية بعد تأكد تعاطيهم للمنشطات بإشراف من الدولة نفسها. شارك فريق اللاجئين للمرة الثانية على التوالي تحت علم اللجنة الأولمبية الدولية ب 29 لاعب من 11 بلد مختلف، وكان مشهد مؤثر ان احنا نشوف بطلين من سوريا، البطل محمد ماسو وعلاء ماسو، بيلعبوا تحت علمين مختلفين. برغم ان محمد وعلاء عايشين مع بعض حاليا، لكن الحرب في سوريا اضطرتهم ان هم يهاجروا منها ويروحوا يستقروا في ألمانيا. بسبب الحرب اللاعب علاء ماسو معرفش يتمرن خالص سباحة من 2012 لحد 2014 لحد ما استقر في ألمانيا، وقال ان الرياضة والسباحة تحديدا ساعدته ان هو يتغلب على الصراعات والمشاكل اللي سببتها الحرب. حاجه تفرح ان الابطال المصريين قدروا يثبتوا نفسهم بقوه قصاد كل الصعوبات اللي قابلتهم وقبل تمرينهم وقبل تاهيلهم كمان لاولمبياد طوكيو، وقدروا يتاهلوا ب 133 لاعب ولاعبه في 23 رياضه اولمبيه مختلفه، والرقم ده اكبر عدد لاي بعثه مصريه في تاريخ دورات الالعاب الاولمبيه. التوقعات كانت بتقول ان احنا هننافس على 20 ميداليه اولمبيه، وفي تنبؤ بحصد حوالي من 3 ل5 ميداليات، والحقيقه ان احنا قدرنا ننافس على اكتر كمان من 30 ميداليه اولمبيه، وحققنا 6 ميداليات، اهمهم اول ميداليه ذهبيه نسائيه في تاريخ مصر الاولمبي على ايد البطله فريال اشرف في الكاراتيه. الالعاب الاولمبيه مش رياضات تنافسيه وبس، هي رياضات قدرت تجمع العالم كله عبر التاريخ، والشاهد على كده اولمبياد طوكيو. حفل افتتاح دوره الالعاب الاولمبيه كان اكبر واول حدث يجمع ناس كتير من كل حته في العالم من ساعه جائحه كورونا. طابور البلاد المشاركه في اولمبياد طوكيو ما كانش مجرد طابور تقليدي المره دي، ده كان استعراض ان احنا كبشر قدرنا نتجمع تاني ونتحد. وضح طابور العرض ازاي العالم اتغير بصوره كبيره جدا بعد الوباء، وبرده كان استعراض لجهود كبيره جدا اتبذلت على مدار سنوات ازاي اتعلمنا من الجائحه وازاي بدانا فعلا نتعامل معاها ومع وجودها بصوره ايجابيه. للرياضه اهميه استراتيجيه لمعالجه والوقايه من مشاكل وتحديات اجتماعيه كبيره، عشان كده المعنى الحقيقي للرياضه مش مرتبط ابدا بالفوز ولا بالنتائج ولا بالميداليات، لكن القيمه الحقيقيه للرياضه هي المهارات اللي احنا بنكتسبها كاشخاص وكمجتمع، وكمان في القصص والمعاني الانسانيه اللي بتكمل معانا بعد المنافسه. ولان الحركه الاولمبيه قايمه على 3 مبادئ، التميز، الصداقه والاحترام، شفنا المبادئ دي بتتجسد فعليا في منافسات الوثب العالي، لما البطل القطري معتز برشم اقترح على الحكم ان هو يشارك الميداليه الذهبيه مع بطل ايطاليا، وده بعد ما تعادلوا في طول الوثبه وكمان في عدد المحاولات الخاطئه. بدل ما اللاعب معتز يحاول مره ثانيه ويكمل المنافسه عشان يفوز لوحده بالذهبيه، قرر ان ايه المشكله ان انا اشارك صديقي اللي الاصابه منعته في 2016 ان هو يشارك في اولمبياد ريو. من اللحظات المؤثرة جدا اللي شفناها في أولمبياد طوكيو هو لحظة للبطلة فريال أشرف اللي قدرت تفوز لمصر بأول ميدالية نسائية في تاريخها الأولمبي. اللحظة دي كان بعد ضمانها ميدالية أولمبية على طول، وهي بتقول الفضل يرجع لأمي. فقدت تماما البطلة مشاعرها وانهارت نسبيا، وبعد كده قدرت في لحظات إنها تتمالك مشاعرها مرة تانية وتقول المنافسات لسه ما خلصتش وإن شاء الله أنا هلعب على الميدالية الذهب. الثبات الانفعالي اللي احنا شفناه ده أحد مكتسبات الرياضة، بتساعد الرياضي إن هو يعود بسرعة جدا لتركيزه. في مشهد غير مألوف في أولمبياد طوكيو لأول مرة يفوز رجل في منافسات السيدات، قدر كيليب شيفرد إن هو يقود فريق نيوزيلندا في التجديف للفوز بالميدالية الفضية،
وده حصل بعد تغيير القاعدة في 2017 بإزالة القيود على نوع الجنس لمواجهة الدفة في مسابقات التأديف. وشفنا شيفرد على منصة التتويج مع فريقه من السيدات. من الميداليات التاريخية لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو هي ميدالية البطل أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث، برغم أن دي أول مشاركة للبطل اللي عمره 22 سنة بس، ورغم تأخره في الترتيب العام في المركز الـ13 بعد انتهاء 3 ألعاب من الخمسة، قدر بكل مثابرة أن هو يكمل المنافسة لحد النهاية ويتقدم تدريجياً من المركز الـ13 للمركز الثاني ويفوز بأول ميدالية في تاريخ مصر في منافسات الخماسي الحديث. الأبطال الرياضيين بيتعرضوا لضغوطات نفسية كبيرة، منها المنافسة ومنها كمان الحفاظ على الألقاب. شفنا البطلة سيمون بايلز بتقف وتقول إن هي مش هتقدر تشارك في منافسات الجمباز علشان تحافظ على صحتها النفسية والجسدية. إنجازات سيمون كانت ضغط كبير جداً، وقالت أنا حاسة إن العالم كله على كتافي، وقدرت بكل تواضع وشجاعة وبرغم كل ميدالياتها وكل إنجازاتها إنها تقول أنا مش جاهزة دلوقتي إن أنا أشارك، وعشان كمان تدي فرصة لفريقها إن هو يؤدي أداء أحسن من غيرها. نساء كتير حول العالم بتواجه مشاكل في المساواة بين الجنسين. المرة دي في أولمبياد طوكيو لقينا اللجنة الأولمبية الدولية بتحاول تحل المشكلة دي وتدعو اللجان الأولمبية المحلية لاختيار رجل ومرأة لحمل علم بلدهم في حفل الافتتاح، والأول مرة سيدة بتحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة ألعاب أولمبية في تاريخ مصر. مشاركة هدايا ملاك في أولمبياد طوكيو كانت مختلفة المرة دي. هدايا قدرت تحقق ميدالية برونزية تانية لمصر في منافسة التايكوندو عشان تكتب اسمها في التاريخ. مش كده وبس، هدايا حققت كذا انجاز تانيين. هدايا اول لاعب او لاعبه يحمل العلم في اولمبياد ويفوز بالميداليه في تاريخ مصر. هدايا اثبتت لنا ان الجواز مش بالضروره خالص يكون عائق لتحقيق احلام كبيره، وبحملها للعلم وتحقيقها ميداليتين متتاليتين في العاب اولمبيه بتمهد الطريق للاجيال الجديده ان هي تحط احلام وطموحات أكبر. نتائج بعثة منتخب مصر في طوكيو هي الأفضل على الإطلاق في تاريخ مصر الأولمبي. جيانا فاروق بطلة الكاراتيه كسبت أول ميدالية في تاريخ الكاراتيه اللي بينضم بس في طوكيو ومش موجود في الدورتين الأولمبيتين الجايين. البطل سيف عيسى قدر يفوز في منافسات التايكوندو بميدالية برونزية برغم صغر سنه وإن دي أول مشاركة أولمبية ليه. والبطل محمد كيشو قدر يفوز ببرونزية في المصارعة الروماني. بس ما كانتش دي هي بس النتائج المشرفة. الفروسية قدرت ترجع تاني للأضواء، وقدر البطلين نايل نصار ومحمد زيادة ان هم يتأهلوا لنهائي الفروسية في أولمبياد طوكيو في إنجاز ما حصلش قبل كده. من الإنجازات الكبيرة برضو إنجاز لسلاح السيف. قدر فريق سلاح السيف في أولمبياد طوكيو ان هو يفوز على إيران وروسيا واليابان ويقدر يحقق المركز الخامس في إنجاز غير مسبوق. منتخب كرة اليد قدر يتأهل للدور النص نهائي لأول مرة كفريق مصري أو عربي أو أفريقي في منافسات كرة اليد، وقدر يحصل على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو. قدر فريق السباحة التوقيعية انه يفوز بالمركز الثامن في أولمبياد طوكيو، وده إنجاز كبير جدا. البطل محمد مصطفى قدر يفوز بالمركز الخامس في المصارعة الروماني، والبطل عمر عصر في تنس الطاولة قدر يكسب المركز الخامس في أولمبياد طوكيو برغم ان المنافسه صعبه جدا في تنس الطاوله مع الاسيويين. في سلاح الشيش محمد حمزه رغم صغر سنه حقق مركز سابع على الاولمبياد، برغم انه ما حققش ميداليه في اولمبياد طوكيو، لكن البطل علاء ابو القاسم صاحب فضيه اولمبياد لندن قدر يثبت انه هو من الكبار وحقق المركز السادس. في سيف المبارزه قدر البطل محمد السيد صاحب برونزيه بطوله العالم للشباب الاخيره ان هو يحقق المركز الثامن على الاولمبياد في انجاز كبير، وقدر يكسب في دور الـ16 بطل فرنسا والمصنف الثاني على العالم. شفنا البطل مهاب مهيمن في منافسات الغطس بيفوز بالترتيب الـ11 على الأولمبياد، وده إنجاز كبير جدا في رياضة الغطس. ملك حمزة وسيف آسر قدروا يفوزوا بالمركز التاسع والعاشر في مسابقات الجمباز الترامبولين. البطل مصطفى عمرو قدر يحقق المركز الثامن في منافسات دفع الجلة في إنجاز كبير في أول مشاركة ليه في أي دورة ألعاب أولمبية. الست ميداليات مش هما الإنجاز الوحيد، لأن في 30 لاعب تانيين قدروا إن هما يحققوا مراكز متقدمة زي من المركز الأول للثامن في منافسات مختلفة. الأولمبياد هي الحدث الرياضي الأكبر في العالم، بيتعمل كل 4 سنين. التأهل ليه مش بس سهلة خالص. عشان البطل يتأهل للأولمبياد لازم يكون يا إما مصنف على العالم يا إما مصنف على قارته، ومش بس كده، ده لازم يفضل محافظ على تصنيفه لمدة 4 سنوات عشان يقدر يشارك في الأولمبياد. عشان الأولمبياد كمان السنة دي ما كانتش زي أي أولمبياد، كان في إجراءات احترازية جامدة جدا عاملة ضغط كبير غير مسبوق في الأولمبياد، زي إن اللعيبة لازم كل يوم تعمل تحليل. تخيل كل يوم أنت عندك قلق من نتيجة التحليل، وبرغم كده بتتمرن وبتعمل اللي عليك وبتحاول تكون جاهز. متوسط عدد السنين اللي بيحتاجها الرياضي
الرياضي عشان يقدر يتأهل للأولمبياد إن هو يكون على الأقل بيلعب بقاله 10 سنين وبطل في رياضته. وبعد ما يتأهل للأولمبياد بيبقى بينافس مع 11,000 لاعب من كل بلد في العالم على 1,000 ميدالية فقط، منهم 300 تقريبا ميداليات ذهبية. يعني من الآخر من ضمن 11,000 لعيب في 1,000 واحد بس بيحصلوا على ميدالية، وده معناه إن نسبة 10% بس من المشاركين في الأولمبياد هم اللي بيحصلوا على ميدالية. يعني أنت متخيل إن في 90% رجعوا من غير ميداليات؟ وعشان كده وعشان صعوبة المنافسة في الأولمبياد لازم نحترم مجهود كل لاعب بيشارك فيها.